فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للوالدين والإخوان؟ الوالدين لا، الواجب أن تنفق عليهما إذا احتاج وأنت تقدر، الواجب أن تنفق عليهما، فرض عليك هذا. والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء، يجب عليك أن تنفق عليهما، قرابة، حق القرابة. لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة لهما، لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، عمودي النسب لا يجوز دفع بعضهما لبعض الآخر زكاته. نعم.